سمعت ترون سمارت الأونكس أيس برو رجعت توفرت بشركة المتاجر الثلاث. شكل الأونكس أيس برو اجى تماما مثل شكل الجيل السابق الأونكس أيس، الفرق صار بيه دقمة مال ترسيت موجود بالكيس مال سماعة. هذا هو شكل سماعات الأونكس أيس برو اللي حتكون جدا ممتازة بالمكالمات، لأن بكل بساطة كل تك من هاي السماعات راح يحتوي على الدول مايكروفون، راح تعطيك صوت نقي وعازل جدا ممتاز أثناء المكالمات. السماعة راح تعطيك 5 ساعات من المكالمات و5 ساعات من الأغاني بنفس الوقت، بالإضافة إلى 20 ساعة داخل الكيس. المميزات الجديدة اللي اضافتها ترون سمارت بالأونكس أيس برو خاصية اللو ليتنسي جيمينج مود اللي تقدر من خلالها تلعب أي لعبة أنت تريدها وما راح يكون أي تأخير يذكر بالصوت. شحن السماعة راح يكون تايب سي وراح يحتوي الباكيت على كابل يو اس بي تايب سي، تقدر من خلاله تشحن هذا الكيس. السماعة راح يجي وياها ضمان لمدة سنة كاملة من ترون سمارت ومتوفرة باللون الأسود والأبيض.